صباح الخير يا دادا يا فقيرة. صباح النور يا استاذ عمر. عامله ايه؟ الحمد لله. لسه عايشين في قحط؟ نحمد ربنا. يلا الحمد لله. بقى في اوضتها؟ لا الاستاذه ملك خرجت. راحت فين؟ انا سامعاها كانت بتقول لمامتها انها عندها ميعاد مع الدكتور هشام. تاني النصاب العلمي؟ ماشي. مازن في اوضته صح؟ لا الاستاذ مازن عنده امتحان النهارده، اول يوم امتحان. امتحان؟ خالتي في اوضتها؟ لا خرجت، رجعت الشغل. رجعت الشغل. طب ما فيش يعني غير الدكتور عاصم هو اللي قاعد لوحده؟ الدكتور عاصم كمان خرج، راح العياده. العياده؟ طب عم راضي موجود؟ راضي؟ ايوه يا ابني موجود. تعوزه في حاجه؟ قولي له اعمل لنا كوبايتين شاي انا وهو عشان هرغي معاه في موضوع مهم. موضوع ايه؟ اسعار النفط. انت بتقطصيني يا لولا؟ خدت فلوس كلها لنفسك والست طلعت ما تعرفش اي حاجه عن الموضوع. انت ليك اكل ولا بحلقه؟ انت مش خدت نصيبك وتراضيت؟ ايوه لكن انت خدتي اكتر من حقك بكتير. وانت مالك؟ الله بتبص في طبق غيرك ليه؟ كل واحد وشطارته. شطاره؟ ده نصب، دي سرقه. انت كده سرقتيني يا لولا. وانت بتسرق الشركه يعني من سلقط لملقط لقبض لارواح. هدي نفسيتك كده يا محسن واحسبها صح علشان ما تروحش في ده. يا بجعتك يا جبروتك، انت كمان بتخوفيني بدل ما انت اللي تخافي. وانا خاف من ايه؟ هو انا اللي امضيتي على الورقه؟ انت اللي هتخش السجن يا محسن. بقول لك ايه، احمد ربنا انك بتبات في بيتكم. الاعتراف ان في مشكله دي اول خطوه للعلاج. جيتك النهارده هنا في العياده ده معناه الاعتراف. تعالي. انا جيت لك النهارده لاني حسيت اني لما سمعت كلامك حالتي بقت احسن. نزول الشغل فرق معايا فعلا. دي بدايه ثقه بينا وبين بعض. عشان كده بقى هناخد حقنة صغيرة كده عشان نعرف نتكلم بالراحة وبهدوء. لا ليه؟ ما أنا هادية مش محتاجة. ممكن بلاش يا دكتور لو سمحت. حاضر هسمع كلامك المرة دي، بس بعد كده أنت تسمعي كلامي. احكي لي بقى إيه اللي تعبك يا ملك؟ حاجات كتير بس أهم حاجة فيهم إحساسي إن غير الناس كلها. بحس إني بشوف الدنيا بطريقة غير ما الناس كلها شايفاها. الإحساس بالاختلاف سببه حاجة من الاتنين، يا التفوق يا الضعف. أنت حاسة بإيه؟ مش عارفة. ساعات بحس إني قوية جدا وساعات بحس إني ضعيفة أوي. هو جوزك طلعك ليه؟ جاري ما طلعنيش، أنا اللي طلبت الطلاق. وليه طلبت الطلاق؟ كنت بعذبه وبعذب نفسي، وزي ما بيقول وجع ساعة ولا كل ساعة. طب والعذاب ليه؟ مش عايز تردي؟ خلي بالك كل ما أتعرف عليكي أكتر هقدر اساعدك. كان في حاجة حقيرة لازم تحصل بينا وانا ما كنتش عايزة كده. عارفة هتقولي ايه؟ هتقولي ما هي دي الدنيا والحلال والحرام، بس انا شايفاها حاجة حقيرة. من حقي اشوفها حاجة حقيرة مش كده؟ طب وليه حقيرة؟ قصدي ليه شايفاها حقيرة؟ أنا مش عايزة أتكلم في الموضوع ده. أنا تعبت النهاردة كفاية كده. أوكي براحتك. عموما هكتب لك على مهدئ هيخليكي كويسة جدا. ويا ريت أشوفك كمان يومين. اتفضلي. أنا آسف. ملك. نسألك يا صل على النبي صل على النبي. ألف مبروك يا عمنا. يا عمنا الله يخليك. ربنا يتمم بخير يا أم بلوزة يا رب. ربنا يكرمك. مبروك يا عمنا. ربنا يكرمك حبيبي. مبروك يا أم بلوزة. ربنا يتمم بخير. اتفضل اتفضل.
بس يا حمام. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. عم سافري يا واد فرح بسرعة. ألف مبروك يا عم سافري. الله يبارك فيك يا ابو بلوزة. اجعله فتحة السعد والهنا يا رب. ربنا يخليك يا بنتي. مبروك يا ام بلوزة. الله يبارك فيك يا ابو بلوزة. اختي انا مش شايباكي اخر مرة وانت شكل الراجل في الاسم. ارجع عليكم فاتحين محل سوا. يوه ما محمد اللي بعد غداوة. جرايه دي البيت. انت جاي تقومي الدنيا ولا ايه؟ خلاص خلاص يا ابو بلوزة. خلاص يا ابو بلوزة. خلاص صلوا على النبي. امال اتفضلي الدكتوره فريده جايه حالا. ميرسي قوي كتر خير. معلش اتاخرت عليكي. لا مفيش حاجه. ها طمنيني عملتي ايه في امتحان النهارده؟ لا حليت كويس قوي الحمد لله. جه في النقط اللي كنت مركزه عليها. ان شاء الله ان شاء الله كده يعني جيد جدا. جيد جدا ده احنا نيابه بقى. للاسف لا. للاسف ليه؟ هو الجنس اللطيف مالوش في القضاء؟ بالعكس انا شايفه ان اي حاجه الراجل يعملها الست ممكن تعملها كويس قوي كمان. بس انا يعني مايله اكتر للمحاماه. هو انا عندي وعد ليكي. انا كلمت اسر اخويا وهو موافق ان انت تشتغلي معاه. صحيح ربنا يخليكي ليه. ده جميل عمري ما هنساهول. انا ما عملتش حاجه. انت اللي هتعملي. اجتهدي وهو طيب واكيد هيقدر مجهودك. ربنا يقدرني بس واكون عند حسن ظن حضرتك. طب بقول لك ايه، هو جاي دلوقتي، ما تقعدي تقابليه وتتعرفي عليه، ولا انت وراكي حاجه؟ لا لا خالص ما ورايش حاجه. تحت امر حضرتك. هيجرى ايه يعني؟ هتسقطي في الماده دي وخلاص. حرام عليكي، انا كده هتجوز على اغسطس اللي جاي. يعني انت كل اللي يهمك ان جوازك ما تتاجلش، انما خيبتك في الامتحان مش مهم. وهو ايه علاقه الشهاده بالجواز اساسا؟ هو المأذون بيطلب حاجه غير البطايق؟ وانت ايش فاهمك في الجواز يا فرحه عشان تتكلمي عنه؟ انت بتعايريني يا بنت؟ ما تشوفي يا ماما. خلاص يا دعاء خلاص، مشكلتك تقريبا اتحلت انت ومازن. انا وافقت ان انت تتجوزي مازن قبل ما تاخدي شهاده. لا كتر خيرك والله. انت كان حد خد رايك اصلا ولا انت هتعملي لنا فيها راجل البيت؟ يا دهله انا هبقى راجل البيت اللي هناك مش اللي هنا. ايه ده ايه ده، انت بتقول اي كلام وخلاص؟ يا بلح منك ليها. انا اقصد ان انا قررت اتجوز ملك. ايه مالكم تنحين كده ليه؟ ما انا لما اتجوز ملك هبقى عايش معاهم في البيت، وبما اني انا اكبر من مازن فكلامي هيمشي عليه، فهقدر اقنعه انه يتجوزك قبل ما تاخدي شهادتك. المهم بقى بالنسبه لي ان انتوا تقفوا جنبي وتساعدوني ان انا اتجوز ملك. بقول لك ايه، انا مش مقتنعه بكل العك اللي انت بتقوله ده، وحاسه ومتاكده انك هتوديني في 60 داهيه. فانتوا بقى مع نفسكم كده وسيبوني في حالي. مع الف سلامه في 60 داهيه غوري في داهيه. يعني انت عايز مننا ايه دلوقتي؟ انا عاوزك انت تاخدي بنتك وتروحي على بيت خالتي ترستقي الموضوع وتمهدي الحكايه، على ما ناخد بالك من الاذاعه واجي لكم ونحطها قدام الامر الواقع. ها ها قلتوا ايه؟ حضرتك كيف بتفكري؟ جلال رح يروح معي بكره وغصبا عن الكل نحن رح نروح بكره مو هيك؟ جلال جاوب على سؤالي. يعني هو معكي؟ على بركة الله. دي ظروفي يعني بمنتهى الصراحة، ما كنتش حابة اني اخبي عليكوا حاجة، وده اللي خلاني استبعد النيابة وافكر في المحاماة. عندي امل يعني ان في يوم من الايام اقدر اساعد بابا. انا بصراحة معجب جدا بشجاعتك في انك تقولي كلام زي ده. عندك حق يا ياسر، الحقيقة انا كنت عارفة جزء من ظروفها بس ما كنتش متخيلة الصورة كده. انا حكيت لاني واثقة في حضرتك، ولاني حاسه يعني ان ممكن ظروفي دي تاثر على شغلي مع الاستاذ ياسر في يوم يا رب ما يجي. انا جاهز انك تشتغلي معايا من النهارده. انا رايح المكتب، تحبي تيجي معايا؟ مش هقدر النهارده لاني ما قلتش لبابا وماما، هحتاج استاذنهم الاول يعني. حقك طبعا. خلاص يا منى مستنيكي بكره. متشكره يا دكتوره فريده، متشكره يا استاذ ياسر. انت مستعجله ليه؟ مش عايزه اتاخر عليهم، مش حابه يعني ابدا بمشكله معاهم. إذا كان كده أوكي، تفضلي حبيبتي. أنا اسمي حضرتك. تفضلي. جميل حضرتك ده، أنا مش هنساه عمري، كتر ألف خيرك. أنا ما عملتش حاجة، ربنا يوفقك. أنا اسمي حضرتك. تفضلي. ها ما قلتليش إيه رأيك؟ مؤدبة وزي القمر وذكية. سيبك بقى من منا وخلينا نخلص موضوع علي. أظن دلوقتي هديتي ونقدر نتكلم. اللي عمله علي ملوش كفارة يا ياسر. مفيش حاجة ملهاش كفارة. فريدة، علي بيحبك وأنت بتحبيه. أنا كلمته عشان يجي دلوقتي، على الله يا فريدة تكسفيني قدامه. أنت إزاي تعمل كده يا ياسر؟ طب حتى كنت أقول لي الأول. يا
امي صبري امي صبري حاجه لله ربنا يبارك لك في المحل يا بنت انت بتشحدي ليه ما تشتغلي احسن يعني هو انا لقيت شغل وقلت لا طب هقول لك على حاجه ايه رايك بكره الصبح الساعه 9 تعالي لي هنا وانا هشغلك بجد ربنا يبارك لك يا رب ويكرمك ما يحرمك وما يرقق لك كده يا رب خلاص كفايه كده الصبح الساعه 9 تعالي لي وانا ان شاء الله ربنا هيكرمك نعم استنى خدي خدي الخمسة جنيه دي بس بقول لك ايه دي مش شحات دي عربون الشغل ربنا يبارك لك يا رب يلا ما انت راجل طيب قوي على نياتك بقى البيت جاي تشحت تقوم تديها 5 جنيه وكمان عايز تشغلها في المحل هو احنا عارفين المحل هيشتغل ولا لا بلوزه ده انت ست قلبك زي البفته البيضه مين عارف مش يمكن ربنا يكرمنا بسبب البيت الغلبانه دي انا هطير بقى يا عم صبري عشان عندي شغل كده ما تخليكي معانا شويه وتشتغلي معانا بدل شغل هيثم ده يا ريت كان بخطري ما عادش ينفع يا عم صبري مبروك يا ام بلوز يبارك فيك يا بنت يلا بالاسم مش لو كنا فتحنا المحل بدري شويه كنا لحقنا البيت الغلبانه دي قبل ما تضيع في ايه يا ابا ما تخش هي قالت ايه لما عرفت ان انا جاي في ايه وحش انت خايف منها ولا ايه لا انا هخاف من ايه يعني هو هيحصل اكتر من اللي حصل طب ادخل ادخل الموضوع كده خلص من غير كلام؟ لا لازم نتكلم يا ياسر ما ينفعش يا علي تعزم اكتر واحد اذاني في حياتي من غير ما تقولي انا ما شفتش غير انه ابوك يا فريده هو ده العتاب والخناق الموضوع كده خلص فعلا يا جماعه ولا ايه؟ ما تخليك محضر خير بقى بقول لك ايه يا فريده مالكيش دعوه بيا ركزي مع الراجل ده انا مش هقول لك غير كلمه واحده يا فريده انا اسف انا ما عملتش كده غير بس عشان افرحك شفتي الادب والاخلاق والتربيه مفيش حاجة يا علي ما تشمتش فينا العوازل عوازل؟ وبعدين ايه الكلمة دي أساسا؟ أنا هكلم لكم مأذون دلوقتي حالا عشان تكتبوا الكتاب ايه الجنان ده؟ أنا في وسط امتحانات ما ينفعش ما احنا ممكن نكتب الكتاب دلوقتي ونأجل الجواز لبعد الامتحانات هو أنت موافق على جنانه ده؟ أنا موافق على أي حاجة مهم نبقى مع بعض يا ابن اللذينة يا رومانسي جرس بيرن استنى بس استنى ايه؟ الموضوع خرج من إيدي خلاص أنا بكلم لكم مأذون عشان تكتبوا كتابكم عايز أخلص منكم بقى وأشوف
أمريني عايزة كام رغيف؟ رغيف يا سياس؟ ما أنا أصلي فاتح طابونة مش نايت كلاب، اللي عايز يجي بمزاج ويجي، عايز يروح يروح كده يعني. آه معلش، أصلك أنا كنت عند الكوافير وكان عنده زحمة فأخرني. الكوافير هو اللي عمل فيك كده؟ طيب نحمد ربنا بقى، نجرناكي وعرفناكي طريق الكوافير، نشوف شغلنا بقى. أمال فين عز؟ ما جاتش معاكي ليه؟ انا نزلت وسبتها يا ما جاتش. لا يا اختي ما جاتش. وبقول لك ايه، عايزك تصحصحي كده وتفرفشي، عايز كل الناس اللي قاعده دي تنزل طلبات عشانك، مروحه في الصاله. حاضر. انا صحيح يا ابله شمس ما جاتش؟ انت مالك؟ ما تخليني في شغلي. لا اصلك انت مش بعده تسال مين جه ومين ما جاش. هي اتاخرت رخرة؟ رخرة؟ شوف الكلام. لا ما اتاخرتش، انا بعتها في مشوار. وخليك في شغلك بقى يا اما اتفضلي. على عيني. حاضر. مروحة. الو. ايوه ام قرد، انت نايم على ودانك ولا ايه؟ فين عز؟ يعني ايه ما تعرفيش يا وليه؟ انت ايه واقفه جون في الشقه ولا ايه؟ خشي خش اوضتها وخد التليفون معاكي عشان انا هدي لها كلمتين في جنابها وانتي لما جيلي. وانا مالي يا اخويا؟ انا هديها لك تديها كلمتين في جنابها. اكسر للبت ضلع يطلع لها 24 بيت يا عز. يا خراشي، البت بقيناها لمت هدومها وطفشت. ايه رايك في الكمين ده؟ مساء الخير. مساء الخير يا حبيبتي. ما شاء الله، كل يوم بتحلو عن اليوم اللي قبله. ميرسي يا طنط. احنا سمعنا الحلقه بتاعتك كانت هايله، انت مذيعه شاطره قوي يا ملك. ميرسي يا لولا، ربنا يخليكي. معلش انا مش هقدر اقعد معاكوا عشان تعبانه وعايزه انام. استني يا ملك، خالتك ولولا وعمر جايين مخصوص عشان عشاني انا؟ امال انت ازاي كنت بتقولي تعالي نخرج؟ وانا مش حافظك؟ هقول لك نخرج تقولي لي نروح على البيت، هقول لك نروح على البيت هتقولي لي نخرج. قلت اعكسها عشان اجيبك هنا. يا سلام. لا صايع. بقول لك ايه، انا فكرت في حل لكل مشاكلك وما لقيتش غير حل واحد. اللي هو انا انا انا. اتجوزيني يا ملك. مش كده يا عمر. امال ازاي يا ملك كده يا عمر؟ الجواز مش بالطريقه دي. طب قولي لي الطريقه اللي تريحك وانا اعملها. عمر بيحبك يا ملك ونفسه يرضيك. الامور ما تجيش بالشكل ده يا عمر، اديها وقت تفكر. افكر في ايه يا بابا؟ الموضوع مش محتاج تفكير يا عمر. احنا اخوات وما ينفعش نكون غير اخوات. عن اذنكم. يعني ايه الكلام؟ يعني رفضتك يا عمر. قوم يا حبيبي. هي بنتك فاكره نفسها ايه يا ليلى؟ هي مش واخده بالها ولا ايه؟ خليها تفوق، ده انا ابني الف واحده تستهلك، ده بيشتغل في الكويت. قوم يا عمر، قوم، دي ما تستهلكش. قوم يا حبيبي، اسم الله عليك، قوم. ما تزعليش يا عفيف، ملك لسه مصدومه وكان لازم تستنى عليها شويه. استني براحتك يا اخي، احنا ماشيين. قوم يا ولد اصل بطولك. قوم يلا. اصلك كبرتي وخرفتي وما بقيتيش تنفعي في الشغلانه دي يا اخويا. بناقص كنت عايز نعملها ايه يعني؟ اربطها في السرير؟ لا تبطلي تلم على ودانك. غولي وعلى زيزو. انت عزفت عزيزو؟ ايوه فخم. تقب وتغطس وتشوف البنت دي راحت في داهيه. ساعة زمن يا فخم وهتكون تحت رجليك. غور.
بتعملش بروحك كده يا حبيبي؟ معلش يا ضمة. سيبيني يامك، سيبيني يامك في حالي يامك. يا حبيبي ما بتعملش بروحك كده، انا هجوزك ست ستها. انا مش عايز ست ستها، انا عايز ملك. طب يا حبيبي برضه ما تعملش في روحك كده، معلش يا ضمة. عمر يا حبيبي. امشي بقى يا امه بقى. سيبيني يا امه يا النبي. معلش يا ضمة. معلش امشي يا امه يلا. معلش يا ضمة. الو يا جلال، انا زعلان يا جلال. تعبان. عدوا عليا بقى نقعد في اي حته لحسن مخنوق، هيجي لي اكتئاب. بس ما تتاخرش. سلام. انت عندك شك يا ملك ان كلنا بنحبك ونتمنى لك الخير؟ ماما لو دي داخله عشان نتكلم في موضوع عمر فيا ريت بلاش. بص يا ملك، احنا شايفين انك تدي لنفسك فرصه تفكري في الكلام اللي قاله عمر. احنا ما بنقولش توافقي، احنا بنقول تفكر تاني. يا بابا بتقولي افكر تاني؟ اي حاجة في الدنيا محتاجة تفكير. لا يعني انا ممكن افهم ان ماما بتقول كلام زي ده عشان زعل طنط، لكن انت بتقول الكلام ده مش غريبة دي شوية؟ ظروفك اتغيرت يا ملك، وانت لازم تبقي فاهمة كده كويس. ملك انت بقيتي مطلقة، وفرص المطلقة في الجواز اقل بكتير جدا من اللي ما اتجوزتش. وعمر كويس وطيب، هو بس خفيف شوية. ماما سيبك من عمر دلوقتي وخليكي فيا انا. انتوا شايفين ان طلاقي يقللني؟ انا ما قلتش يقللك. ايوه يا ملك طلاقك يقلل. يا ملك لازم تبقي فاهمة ان طلاقك تم بعد فترة قليلة قوي، واي حد هيتقدم لك لازم يفكر هي ليه طلقته بالسرعة دي. اللي بيفكر بالطريقة دي انا مش عايزاه اصلا. اي راجل يفكر بالطريقة دي ده طبيعي جدا. هو بيتكلم صح يا ملك، حاولي تفكري. حتى انت يا مازن، وانا حالتي وحشة قوي للدرجة دي؟ عمر اللي كلكم ما كنتوش طايقينه فجأة بقى مناسب وموافقين عليه، هو انا معيوبة قوي كده؟ حبيبتي ما تقوليش الكلمة الوحشة دي، ده انت ست البنات كلهم. يا حبيبتي احنا بس عايزينك تدي فرصة لنفسك. ان شاء الله ان شاء الله نعمل خطوة وبعد كده ابقي سيبيه. صح يا بابا. بص يا ملك، هو ده احسن رد على طارق، وساعتها ما حدش يقدر يفتح بقه. هو انتوا ما خدتوش بالكم ان انا لسه في الشهور العدة؟ يعني الناس ممكن تقول ايه مثلا لو لقوني اتخطب؟ عمر ممكن يستنى وما نعملش اي حاجه رسمي لحد عدتك ما تخلص. طب ممكن تسيبوني بقى عشان كفايه كده، انا عايزه ارتاح. ملك يا حبيبتي احنا هنسيبك ترتاحي، بس عشان خاطري انا فكري. مش هفكر يا ماما، انا خلاص قلت رايي. ايه يا عم عمر ما تخف، احنا جايين هنا عشان ننبسط. اخف ازاي بقى وحلم الطفوله والمراهقه والشباب والشيخوخه ضاع؟ يا عمر انت مش قلت انها كانت متجوزه؟ ايوه واتطلقت علشان في علامه حب اكتر من كده. يعني هي قالت لك اللي هي اتطلقت علشانك؟ هو انتوا متفقين؟ ما اتفقناش يعني، بس هي كانت واضحه زي الشمس. وبعدين انا قلت بصراحه لو هي اتطلقت هيبقى سهل توافق عليا. ما هي رفضت. انت فرحان فيا؟ يا عم ابدا والله، بس انا مش عاجبني اللي انت عامله في نفسك ده. خد يا عمر اضرب ده هينسيك الدنيا واللي فيها. الله 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 الله، ايه يا عم عمر؟ ايه يا عم انت اللي كده عصير قصب؟ يلا عشان نخلص، انا عندي ازمه عاطفيه وعايز ازعل. هو انا مش قلت لك ما نجيبوش معانا؟ هو سكر من اول كاس يا راجل. كنت فاكرها بتحبني، طلعت مش طايقاني. مش طايقاني ليه بقى؟ ليه وانا عندي ربنا مديني بسطه في الطول والجمال والحلاوه، اعمل ايه في نفسي اكتر من كده؟ طيب معلش يا عمر، معلش انا معاك في كل ده، بس يا عمر البنات ما بتحبش كده. اسالني انا. اسالك انت ونبي تنيه، ده انت امك اللي مجوزاك كتك داهيه في نضارتك. صب لنا يا عم كاس تاني يا عم، صب ما تخافش.
دلوقتي هنشف تاني. معلش يا منون، سيب انت بس الحتة دي وانا لما هخلص هنشفها. يا سلام، ودي تيجي برضو؟ غرق يا عم براحتك وانا نشف. ايه ده؟ ايه الاكلكة دي؟ سيبي الممسحة، انا اللي همسح المطبخ. يا ماما لسه ما خلصتش، استني بس وخليك المطبخ زي الفل. بلا فل بلا ياسمين، اتفضلي اجري روحي شوفي مذاكرتك بلعك، واعملي حسابك من هنا ورايح مفيش شغل تاني في الفيلا. يا ماما حاضر، بس هلم المية. بقول لك ايه، ما تنهدنيش، انا مش طايقه روحي. يلا اتفضلي امشي. ليه كده يا نجاه؟ مستقويه ليه على البنت؟ بنتك خلاص مش هتشتغل هنا تاني، واذا كان على الشغل يتقسم بيني وبينك. انت مزوداها شويه، البنت ما غلطتش في حاجه. انا عارفه انها ما غلطتش، احنا اللي غلطنا يا راضي. انت خلاص كبرت، هتتخرج وتشتغل وتبقى محاميه. ما ينفعش بقى تقف الصبح استاذه قدام القاضي وتيجي بالليل شغال قدام الحلال والمواعين. منك كبرت انا جد، عشان كده انا عايزاها تخرج للدنيا وهي رافعه راسها. ما ينفعش احنا اللي نكسب نفسها. الدخله الناشفه دي، مفيش مساء الخير، مفيش وحشني، حاجه من دي. هو انت مش طيرت مني موحي وقلت لي سيبك منه وانا هجيب لك شغلانه بست صفار؟ فين اهم من الشغل؟ ظبط الشغل وانا بظبط، اديني فرصتي. شكلك بترول عليا، وانا ما بحبش اللف والدوران. اخلص عشان نبقى حبايب. وانا بعمل كل ده ليه؟ مش عشان نبقى حبايب، ده الحب جميل للي عايش فيه، عايزين نعيش. مش بقول لك بترول عليا، وانا ماليش في الجو ده من اوله لاخره. انا شغل وبس، عاجبك على كده عاجبك، مش عاجبك بلاش. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو من لا احبابه ناس اصحابه ولا ايه؟ احبابه ايه؟ انتوا هتغنوا وتردوا على بعض. انا ماشي. الله، جراي عايش مالي، ده انا نعمه واللي يرفضها يعمل. بقول لك ايه يا هيثم، انا مش شايقالك، انا فيها اللي مكفيني، انا جاي النهارده اعرف اقولي من اخر. جاي عاليه قوي دي، بتجيب ليه كده النهارده؟ عامل لك ايه؟ ما انت بقالك 100 يوم بتسافر. بتعملي ايه هنا يا ملك؟ ايه ده، انت بتكلمني انا؟ امال بكلم مين؟ بترفضيني يا ملك وجاي تقعدي في الاماكن الواطيه دي؟ جراي يا شبح، هو انت مش شايف الراجل اللي قاعده معاه ولا ايه؟ ألف سلامة على وشك. الله يسلمك. أنت بقى اللي مين وقاعد مع بنت خالتي بتعمل إيه؟ أنت مين أنت وعايز إيه؟ هو أنت تعرفي الشاب الطويل في السن ده؟ معرفوش. معرفوش؟ يلا على البيت يا مكة، وأنا ليا كلام تاني مع خالتي. مكة؟ طب روح يا شبح على ترابيزتك عشان أنت تقلتها أوي. خلاص يا جماعة، معلش معلش يا عمر، سكران بس شوية، خلاص معلش. يلا يا عمر سكران. يلا إيه يا شبح؟ يلا يا ملك على البيت، أنا ليا كلام مع خالته. بقول لك مع خالته؟ ده أنت تقلتها أوي وعايز مهدي عشان تهدى. انا عايزه يبقى خالته وينسى بنت خالته دي خالص. امرك يا ريس، اطلع بره. ولو ما طلعتش بره هتعمل ايه؟ هتضربني يعني؟ اه كنت متاكد. استنى بس فاهميني، انت جرحت الواد ده فيها ممكن؟ ما اعرفوش. ما تعرفوش ازاي ده بيجعره بيقول ان انت بنت خالته؟ ما اكيد بيقول كده عشان ما حدش يقول له انت بتعمل ايه. بس يبقى انت كنت عاكمه منه عاكمه كبيره قوي، ده الواد ماكو قوي. يا هيثم بقول لك ما اعرفوش، انت ليه ابن حد ولا صاحب حد من اللي انا اشتغلت عليهم قبل كده؟ لكن هو انا ما اعرفوش. الله، ما انت بتشتغلي باسماء مستعاره اهو، اشمعنى بتشتغلين انا بقى؟ بقول لك ايه، انا مش هاجي هنا اليومين دول تاني، لو في شغل نخلصه من بره بره، انا مش ناقصه وش. ايه ده؟ انت خفت من عيل زي ايه ده؟ ده عيل زيزي وكمان هيعمل لك حظر تجول؟ لا، ده انت شغاله مع هيثم اللبان، يعني سلطان الليل. لا، انا همشي، الواد ده قفلني. انا هبقى اكلمك في التليفون نخلص الشغل. سلام. سلام. خد يا ملك من نفسك.